إنجازات ملموسة لوزارة التضامن الاجتماعي في ملف الحماية الاجتماعية على مدار الخمس سنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس السيسي تنوعت ما بين صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية مثل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وجاء هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وصولا لمشروع أطفال وكبار بلا مأوى، والذي تعامل وأنقذ ما يقرب من 25 ألف طفل ما بين مشرد وضائع.